نبتدي بقى على طول، بيرستاو مكسوني من السهل تسويقهم؟ اكيد من السهل تسويقهم. بيرستاو جاله عروض، جاله عروض في جنوب افريقيا، جاله عروض الفلوس اللي دفعت في بلجيكا. لا عمر فلوس ما حد هيدفع فيهم الفلوس اللي دفعت فيهم. الارقام عندنا في الدوري المصري ارقام كبيره جدا، يعني زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده، بيرستاو يعني جاله عروض في بلجيكا، ومكسوني جاله عرض من سيمبا، فسيمبا اصلا يعني فريق اقصى لاعب عنده في الفرقه ممكن يكون مرتبه 600,000 دولار. انت تعرف الفلوس اللي دفع فيهم كام؟ يعني هم يعني اعتقد مكسوني 1,200,000 دولار، وده كان رقم كبير جدا بالنسبه لسيمبا التنزاني. باربرا جونزاليس المشرفه على النشاط الرياضي جت هي اللي خلصت العقد ده، وكان وكان بالنسبه لها انجاز كبير ان هي تبيع لاعب ب1,200,000 دولار. بيرستاو ياخدوه بكام؟ بيرستاو بكام؟ بيرستاو كان متهيألي كان بيتجاوز 3 مليون او 2.5 مليون دولار، كان الرقم اللي الاهلي اشترى بيه. لاعب برده جاي من الدوري الانجليزي، لاعب قيمه كبيره واسم كبير في افريقيا، لكن هو كان عنده اصابه وما خدش وقت ان هو يريح بشكل كبير، لكن يظل بيرستاو لا لاعب كبير واسم كبير. مكسوني يجيب كام لو رجع تاني للنادي؟ لا يعني لو راح سيمبا اقصى حاجه هتجيب، يعني اقصى حاجه ان ممكن يدفعها للنادي الاهلي ممكن 400,000 دولار او حاجه لو هيدفع بيع وشراء، لكن اعتقد كمان هيبقى رقم كبير عليهم ان هم يدفعوا 400,000 دولار وبعدين يدوا له عقده. لا هيبقى رقم كبير. النهارده سيمبا كل ده عقده بكام تعرف انت؟ مع النادي الاهلي اعتقد عقده مع النادي الاهلي كان في حدود $1,000,000. مليون دولار؟ عقده مع النادي الاهلي في الارقام دي. عقده مع النادي الاهلي بالارقام ديت. و يعني مكسوني في السنه اللي قعدها دي مثلا في خساره مثلا في مثلا بتاع 600 من النادي الاهلي؟ أوه. اكيد وارد يا كابتن، مش شرط ان غير الرقم اللي اخده. يعني ده وارد، غير الرقم اللي اخده، وارد ان مش اي لاعب انت تجيبه ينجح معاك. طبعا ده دي طبعا حاجه وارده يعني، لكن هو ده السوق في كره القدم في افريقيا. مثلا هو لو راح فرقه سيمبا النهارده ما بتيجي تدعم صفوفها، بتجيب اللعبه كلها في. طب وبيرستاو يقدر يجيب فلوسه برضو لو جاله عرض من بره؟ لا ممكن بيرستاو 1,500,000 دولار، يعني ما اعتقدش انه هيجيب. ليه رقم احنا في مصر هنا بندفع الارقام دي؟ ليه احنا هنا بندفع الارقام الاكتر؟ لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير، ان مش بندور على المواهب. بس انا في نقطه بقى كابتن سيف عايز اكدها لحضرتك، يعني لو الموضوع مشى في النادي الاهلي عن طريق شركه الكوره، والصفقات هتكون عن طريق شركه الكوره، باكد لك ان احد اعضاء شركه الكوره في النادي الاهلي تربطه علاقات وطيده جدا باكاديميه كبيره جدا في القاره الافريقيه. الاكاديميه دي عندها لعيبه هتلعب كاس عالم، كاس العالم القادم، وواحده من الاكاديميات اللي ممكن يكون اترصد لها ميزانيه ضخمه. الميزانيه الضخمه دي طلعت لعيبه مواهب راحت سويسرا وراحت المانيا، واللعيبه دي في اكبر انديه اوروبا دلوقتي وهيلعبوا كاس عالم. ولو الصفقات تمت عن طريق الشخص ده اللي موجود في شركه الكوره، لا باكد لك ان صفقات النادي الاهلي الموسم القادم. انت بتتكلم على شخص ولا مسؤول كبير؟ مسؤول كبير في شركه الكوره.